بعيون عراقية سنتابع المونديال، وبصافرة وراية عراقيتين سنرقب المونديال، وبفكر كروي عراقي سنحلل المونديال، وبإحصاء عراقي سنحصي المونديال. كنا مررنا ذات صدفة أو قل تفوق عراقي كروي إلى مونديال مكسيكو 86، ذلك لأنه العراق، حيثما يكون السمو نكون. لم نتأهل لكننا لن نغيب، لم نلعب في قطر 22 لكننا سنسعى معكم لنكون أقرب عين تتابع المونديال بعينين سومريتين. كونوا معي أنا حسين علي حسين على مدار شهر في حلقات يومية في برنامج أيام المونديال من فضائية الأيام.